بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا النهاردة هيبقى على ال displacement وعلى ال normal maps وعلى ال bump. يمكن التلاتة هتكلم عليهم في ماتيريال واحدة. السين بتاعتنا ما فيهاش اي حاجة خالص غير حتة plane و Arnold Sky. Arnold Sky انا حاطط التايب بتاعها فيزيكال سكاي، دي هتكلم عليها لما نيجي في انواع اللايتس. وهنا في السكاي فيزيكال سكاي، وممكن ان انا احط سكاي احط فيها اتش دي ار اي زي ما انا كنت حاطط كده، فخليها فيزيكال سكاي وهنعلي بس الانتنسيتي بتاعها حبتين. بعد كده انا كل اللي انا عايزه عايز اروح اعمل كرييت شيدر ارنولد شيدر نتورك، وهودي دي على الارنولد وهطلع الاي بي ار. مؤقتا هروح اعمل 960 في 540 علشان بس سرعة الريندر. ده كده البلين بتاعي، وتعالوا نفتح الشيدر نتورك وناخد ستاندرد سيرفيس. هنا بقى انا عايز هشتغل التلاتة زي ما قلت في ماتيريال واحدة. اولا انا عايز احط الكالر، عايز احط السبيكتر، عايز احط الروفنس، ديسبليسمنت، النورمال، البامب اللي هي الباسز الرئيسية بتاعت اي ماتيريال بنسميها البي بي ار او الفيزيكالي بيزد ريندرينج. طبعا دي بتطلع من برامج معينة، في بيت ماب تو ماتيريال برنامج جميل قوي، في الميجا سكان كويكسل ميجا سكانز، في حزم اصلا بتبقى جاهزة وموجودة تقدر تستخدمها فيها الباسز دي كلها، مش موضوعنا. لكن انا عندي واحدة وهاخدها كلها. طبعا انا محتاج كذا ايميج للموضوع ده، فانا اول حاجة هاخد Alt Tab واقول له ايميج نود، تمام، في فولدر التكست. كل الكلام ده هيبقى عندكم. عايز اول حاجه اللي هي السويل، السويل كلر، كليك اعمل اوبن واقوم مديها هنا للديفيوز كلر. استنى شويه عشان يعمل السامبلينج. انا قافل الاي بي ار اللي فاتحه، تمام، فهنلاقيها بالشكل ده كده. انا هزود بس ال ديفيوز سن، لا اقلل سن، تمام، بالشكل ده كده خلصنا من الديفيوز كلر. انا هنا بس عايز اخلي دي سكيل 50، تمام، ونخليها كده. بعد الديفيوز انا هاخد كنترول واسحب عشان اعمل دوبليكيت. بعد الديفيوز عندي هنا كذا باص للماتيريال زي ما احنا شايفين. هو انا خدت ال انا خدت السويل، انا هرجع هنا تمام. عندي بعد كده انا خدت زي ما قلت خدت الكالر، في عندي الماتيريال التانية اللي هي بنسميها النورمال. النورمال زي ما انتم شايفين بتبقى عبارة عن تيكتشر. التيكتشر دي بتعمل زي الحاجة، هي شبه البامب، بس الفكرة ان البامب عبارة عن الوجن، يعني هو مش حاجة حقيقية. اما النورمال فبتأثر فعلا في الجيومتري، بس في كل الاتجاهات اكس واي، الاكس والواي والزد. هنا النورمال، طب النورمال هتروح فين هنا؟ النورمال ما بتروحش هنا. هنا انا ما عنديش نورمال سلوب. النورمال ليها مش دي، مش نورمال ديسبليسمنت، ليها نود لوحدها، تمام، اوديها هنا كده. هنا بيقول لي الشيدر والنورمال مات. فين الشيدر بتاعك؟ معنى انه يقول لي فين الشيدر بتاعك زيها زي البامب. البامب دايما بيروح ورا الستاندرد، يعني من الاخر كده النورمال ماب، النورمال ماب بتكون هي الاوتبوت للبيوتي.
البامب على فكرة بالظبط زيها برضه، هو بيكون الاوتبوت للبيوت. تمام، فانا هروح للنورمال ماب، هفصل الشيدر ده واقوم رايح واخد ده هنا حاطه في الانبوت واقول له ان ده هو الشيدر، وودي دي هنا كده. حصل حاجة؟ اه حصل، حصل ان هو لسه مستني مني النورمال ماب فين اللي هي دي. هاخد النورمال ماب اوديها للانبوت واقوم قايل له ان دي هي النورمال ماب. الفترة اللي بيغيبها ارنولد في حاجة زي كده معناها ان الكواليتي بتاع الايمج بتاعتك كبيرة، زي ما احنا شايفين هي 4K 8 بت. لو انت وقفت كده 4K 8 بت SR GB. تمام، في شوية حاجات عايز اقول لكم عليها. الجري سكيل ايمجز اللي بتدخل لارنولد يفضل ان هي ما تكونش SR GB، يفضل ان هي تكون لينير. على فكرة الموضوع ده عملوه من اكتر الحاجات اللي عملوها في اصدار 5. هو طبعا ده اصدار 4 على ما ربنا يوفق في حاجة اصدار 5 يكون شغال. تمام، لكن زي ما احنا واقفين كده ار جي بي 8 بت اس ار جي بي. النورمال ما يعني بتشتغل احسن لو الكالر سبيس لينير مش اس ار جي بي. يعني خلينا بس اعمل دي 100%. تمام، هي شغاله هي الدنيا تمام وكل حاجه، بس لو احنا رحنا هنا، انا افتكر في هنا كان في نود اسمها لينيرايز. تمام، دي بتاعت ارنولد، لكن افتكر ان الاي ال شيدرز فيهم حاجه ممكن تعمل الموضوع ده. اهي اي ال كولر سبيس، هي دي. هاخد اي ال كولر سبيس. تمام، هنا بقى بيقول لك الانبوت والسورس. تمام، هنا سورس سبيس سينيون ال او جي سي. طيب هنا السورس بتاعي هاخد دي واقوم موديها هنا اهو، في هاخد دي واوديها هنا في الانبوت، واطلع دي اوديها للنورمال ماب. اظن شفتوا الفرق. تمام، فرق كبير قوي بين دي وهي شغاله بالمنظر ده. طبعا ارنولد واخد ار جي بي، هو ما يعرفش حاجه اسمها اس ار جي بي، ما يعرفهاش. هو واخد هنا تمام ار جي بي، بس ريزولوشن الصوره اس ار جي بي مش ار جي بي. هنا لو احنا وقفنا كده هي نفس الموضوع، بس الكالر مش مشكله، الكالر ما بيترجمش لحاجه. اما النورمال والجري سكيلز بتترجم لحاجات تانية، بتترجم لجلوسنس، بتترجم لريفليكشنز، بتترجم لترانسبيرنسي، بتترجم لنورمال، بتترجم لديسبليسمنت. كل الكلام ده هو محتاج الكالر سبيس. في الجديدة بتشتغل لينير، لكن احنا ممكن نعمل حاجتين مع بعض. انا هنا شغلت الاس ار جي بي، لو انا عايز احول دي لينير يبقى هحط بعد دي نود تانية، هعمل الت وقف فوق دي كده واقول له ان هي انسيرت افتر. تمام، لان زي ما قلت ان النورمال ماب بتشتغل احسن مع اللينير كولر سبيس. بصوا كده على فرق النتيجه بين المنظر ده وبين ان انا لو خدت دي مره واحده كده حطيتها هنا. يعني اظن الحكم، اظن الدنيا واضحه جدا. هروح هنا لده واطلع بالديفيوز شويه. تمام كده النورمال ظبطت. على فكره نفس الاثنين دول هيمشوا معانا في الباقي، الباقي اللي هم على راسهم الديسبليسمنت. عشان اعمل الديسبليسمنت انا عندي نوعين من الديسبليسمنت، حاجه اسمها فيكتور ديسبليسمنت، وده لو انت عندك حاجه بنسميها الفيكتور ماب ديسبليسمنت، ودي برامج معينه بتطلعها، وده احسن انواع الديسبليسمنت بصراحه. تمام، بيعتمد على التنجنس، حاجه شبه النورمال ماب كده، او الجري سكيل ديسبليسمنت اللي هو العادي بتاعنا اللي بنسميه النورمال ديسبليسمنت. فانا عايز اقول له ديسبليسمنت، هنا عندي فيكتور وعندي نورمال. انا ما عنديش فيكتور ماب ديسبليسمنت لكن عندي نورمال ديسبليسمنت. ديسبليسمنت بيوصل فين؟ ديسبليسمنت بيوصل في اوتبوت خاص بيه هو اللي هو ده. فهقول له
ودي لي ده للديسبليسمنت، مستني مني الكالر او الماب. بس قبل الماب انا عايز اروح على الاوبجكت، رايت كليك سينما 4 دي تاجز او سي 4 دي تاجز، واحط ارنولد بارامترز، كنترول اس رايت كليك ارنولد بارامترز، هكليك ارنولد بارامترز واروح هنا لسب ديفيجن. ديسبليسمنت من الحاجات اللي تحتاج سب ديفيجنز كتير في ارنولد، مش عايز اقول لكم يعني دي حته ديسبليسمنت على فكره من الحاجات السيئه في ارنولد، مش من الحاجات القويه قوي. الفي راي فظيع في حاجه زي كده، بيدعم حاجه اسمها الريل تايم ديسبليسمنت. سينما 4 دي نفسه الديسبليسمنت احسن من ارنولد، يعني افتكر يا رب يكون في اصدار 5 عملوا اي كاستمايزيشن في النود دي تحديدا. هروح هنا واروح لسب ديفيجن، خليك حذر قوي في التعامل مع السب ديفيجن، لان الواحد بيقسم المربع الواحد عندك لاربعه. تمام؟ يعني انا لو عندي، انا عندي البلان ده، لو انا رحت للفيسز وعملت كنترول اي، انا عندي البلان ده 3600 فيس، 3600 فيس دول هيتضربوا في اربعه. تمام؟ واحده كمان هيتضربوا في 8. حلو، فخلي بالك لان الواحد هنا هيفرق، هيفرق جامد كمان. فانا عايز ارجع للموديل مود تاني، وعايز اروح هنا واكليك ده وهقول له ان ده يبقى كات كلارك. الفرق بين الاثنين ان كات كلارك بيعمل سب ديفيجنز، بس بيعمل سموز للجيومتري نفسه، اما لينير بيعمل سب ديفيجن من غير ما يعمل سموز للجيومتري نفسه. من الاخر، لو انت عملت كات كلارك على كيوب هيبقى سفير، لو عملت لينير سب ديفيجن على كيوب هيفضل زي ما هو، بس الفيسز هيتعمل لها سب ديفيجن. فانا هقول له كات كلارك بواحد، هسيبها واحد مؤقتا لغايه ما اشوف دنيتي ظروفها ايه، وبعد كده اعلي اقلل على حسب، او خليها اتنين ونشوف هنعمل فيها. فين ديسبليسمنت ماب؟ الديسبليسمنت ماب موجوده في ايمج، انا هقول له ايمج سهل ان انا اعمل دوبليكيت، بس انا عايز اعيدها عشان تبقوا شايفين. عندي هنا حاجه بنسميها الديبث، البرامج في برامج بتطلعها باسم ديبث ماب، في برامج تانية بتطلعها باسم ديسبليسمنت ماب، هي في الاخر هتروح في الديسبليسمنت. هقول له اوبن، هودي دي على طول للديسبليسمنت. هنا بقى هنستنى شوية لغاية ما يشتغل، وهنا كده اشتغل. لو احنا شوفنا ده كده هنلاقي الديسبليسمنت اشتغل، بس طبعا اولا هو عالي جدا، ثانيا محتاجين بقى نبص على شوية حاجات. قبل اي حاجة عايز اخد الـ AL color space نود علشان اجيب الاس ار جي بي او اكستراكت الاس ار جي بي من الصوره دي. الت وهرميه هنا، هقول له انسيرت افتر. تمام كده انا خدت الاس ار جي بي، اظن الفرق باين. تمام، بعد كده هجيب مين؟ هجيب اللينيا رايز وهكليك واسحب احط دي فوقها، انسيرت افتر، بقت لينير. بكده انا قادر اشوف كل حاجة موجودة في الامج، واشتغل الديسبليسمنت باريحية. يعني هي طبعا زي ما انتم شايفين فرق فظيع في ترجمة الصورة نفسها. لو انا رحت الديسبليسمنت، السكيلر ده لو انا خليته 0.5 يعتبر اللي هو الديسبليسمنت سكيل زي ما احنا شايفين، فانا هخلي ده واحد. بس معنى كلمه سكيلر زيرو فاليوز معناها ان القيم اللي هي واخده اسود مش هتنزل فوق، مش هتنزل تحت ولا هتطلع فوق ولا هتترجم اصلا. فانا عايز اقول له لا، ترجمها لي مثلا ل 0.5. تمام، فتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ممكن 0.5 ممكن 0.2 على حسب. طيب لو رجعنا هنا بقى، هنرجع للديسبليسمنت زي ما احنا شايفين، عندي حاجه اسمها الهايت وعندي حاجه اسمها باونس بادنج.
باونس بادنج دي نخلي بالنا الديسبليسمنت بيعمل حوالين الاوبجكت، لو احنا عملنا كده بيعمل حواليه زي باوندنج بوكس. طبعا احنا مش هنشوف، بس الباوندنج بوكس ده يعني هنعلي دي شويه البوينت 2، لان ممكن يكون في ديسبليسمنتس موجوده بس مش باينه. مش باينه ليه؟ لان الباوندنج بوكس ده بيبقى عامل زي السكينه، زي القطر كده، ممكن يقطع الديسبليسمنت. فبوينت 1 بوينت 2 ماكسيمم 1، وخلي بالك ان ده بيزود الريندر تايم. في نقطه مهمه او واضح كده ان هنا دي عامله مشكله، فانا هفصل دي وهشيل دي وهاخد على طول دي اوديها للينيرايز. تمام، يبقى هي الايمج دي اصلا بس كانت طالعه مظبوطه زي ما انت شايف، الارض مترجمه بس عشان كده ما كانتش الدنيا متظبطه. هاجي هنا بقى السكيل، طبعا واضح ان السكيل عالي قوي 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 في الديسبليس دي. اول حاجه قبل ما اظبط ده انا عايز اروح هنا الاول، وهنا 100 سنتي افتكر كتير، علو ده متر كتير، فانا هقول له مثلا 30 ولا حاجه، 40 حاجه كده مثلا. تمام، وافتكر ان كده احنا في التمام. لو انا السكيلر ده خليته 0.5 مثلا، يعني مش حاسس انها كويسه، حتى لو انا عليت من هنا رجعتها مية، افتكر ان هي كويسه. بس هنا بقى المشكله هتبقى فين؟ سب فيجنز، هحتاج سب فيجنز، لان هي كده تمام، بس التفاصيل بقى الديتيلز اللي في الايمج نفسها مش جايه ليه؟ ان مفيش سب فيجنز كفايه. انا هقول له واحده كمان، كل ما اديله واحده هيقوم مديني تفاصيل وهيديني ديتيلز. 100 كتير، 50، وهرجع دي لواحد. تمام، وهخلي دي مثلا 0.3 بالظبط. كده افتكر ان هي كويسة. يمكن مثالي بقى ان محتاجين شوية تايلينج. تمام، التايلينج هيبقى لكل الايمجز دي، فانا هاخد دول كده عشان اقوم رايح مسلكت دول. لا، ما افتكرش هتحتاج تايلينج. انا كنت هعمل هنا 2 و2 2 باي 2، بس افتكر هي مش محتاجة تايلينج قد ما هي محتاجة سب فيجن. خلينا نكمل بقيه الباسز بتاعه التكستشر نفسها. انا خلصت الديسبليسمنت، مش عايز منه حاجه. هنا لسه بقى عايز اخد كمان ايمج، يعني اخد 3 نود دول وكنترول واسحب اعمل لهم دوبليكيت. الايمج دي هتبقى بتاعه الرفن. قبل الرفنس الاول عندي هنا حاجه اسمها جلوس، وعندي هنا حاجه اسمها هاي جلوس. تمام، الجلوس دي هتروح في السبيكولار كلر، والهاي جلوس دي هتروح في السبيكولار ويت. دي هتتحكم في الكلر، ودي هتتحكم في الريفليكشن في السترنجز نفسها. فانا هاخد الجلوس واقوم قايل اوبن. تمام، الاول بس انا عايز اخد دي لتحت، دي لتحت، دي لتحت، دول كده خلاص مش عايز منهم حاجة. أما دول فدي هتروح ل أنا خدتها غلط، مش غلط بس رتبتها غلط فتهت. هناخد دي هنا، دي هتروح للسبيكولر كولر،
وهناخد دول تاني كنترول دراج، ودي هتروح ل الهاي جلوس. الهاي جلوس دي هتروح هنا للسبيكيولر ويت، تمام. لسه عندنا مين؟ عندنا الروفنس، نفس دي نفس دول كنترول ونسحب خليها تحت. هناخد من هنا الروفنس اللي هي دي، هنروح هنا وهقول له دي سبيكيولار روفنس. الدنيا كده تمام. فاضل عندي مين؟ فاضل عندي الاوكلوجن، الاوكلوجن ماب، وفاضل عندي البامب ماب. طب الاوكلوجن ماب دي بتروح فين والبامب ماب بتروح فين؟ الاوكلوجن هي خامة ابيض واسود بتدي، هنحس بقى ان هنا في حفر بين الحاجة والحاجة وبعضها، أو بين التفاصيل بتاعة الديسبليسمنت وبعضها. لو احنا طلعنا كده عملنا كده شوية، سيبنا كده لحد شوية، يعني ناخد سبوت كويسة. طبعا هي محتاجة سب ديفيجن على فكرة، عشان بس نبقى واضحين. لو جينا هنا المفروض السب ديفيجن دي، عايز اعمل كنترول اس بس الأول، تبقى يعني 5 7 عشان تاخد فعلا كل التفاصيل اللي موجودة في الايمج. وفعلا بدأنا ناخد تفاصيل، مش عارف ليه حاسس ان ده محتاج يعني افتكر افتكر النتيجة كده احسن. ولو ده 0.6 افتكر كده احسن بكتير واوقع بكتير جدا. عايز اروح بس للسكاي وخلي الاتنين، بحيث بس الإضاءة تبقى مظبوطة. عايز أشوف كذا سبوت عشان أعرف أحكم عليها. لو عايز أرجع لورا خالص كمان، يعني افتكر السبوت دي كويسة. عشان نعرف زي ما قلت فعلا هي عايزة، ده عايزة تايلنج كمان. عايزة تايلينج، يعني انا لو خدت كل الايمجز اللي عندي دي اهي، كل الايمجز دي كده، ورحت اعمل كده كوردينيتس، خلي دي مثلا ب2 في 2